أهلا بكم. منع الكحول لأنهم يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية كما يقولون، لكن هل الإسلام وكل الديانات الأخرى تسمح لكم بسرقة أموال الدولة والشعب، الفساد، تهريب المخدرات والأسلحة وتزوير الانتخابات والشحن الطائفي؟ ثم أين احترام حريات الديانات الأخرى؟ ألم تقولوا نحن حررناهم من التطرف الداعشي؟ لكن يبدو أن موضوع حظر الكحول في العراق له أبعاد أخرى، مثل إنعاش سوق المخدرات وابتزاز التجار بمبالغ أكبر مقابل إدخال هذه المشروبات، والأهم هو تطبيق فكرة الوصاية على العراقيين والقضاء على الروح المدنية وإشغال الناس عن قضايا أهم مثل قانون سانت ليغو. مشاهدينا الكرام، هذا هو محور حلقة الليلة من استوديو الآن. ينضم إلينا الأستاذ أمير الدعمي الخبير القانوني، وكذلك النائب السابق جوزيف إصليوة نائب عن المكون المسيحي. أهلا بكما في حلقة الليلة من استوديو الآن. وأبدأ معك أستاذ أمير، تم التصويت عام 2016 على قانون حظر استيراد المشروبات الكحولية، لكن لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يطبق بوقتها. لماذا الآن أعيد العمل به من جديد، ومن المفترض أنه دخل حيز التنفيذ؟ نعم، تحية لك ست سجد وتحية ضيفك الكريم صديقي الأستاذ جوزيف. الحقيقة بخصوص قانون حظر قانون المشروبات الكحولية، أولا حتى هذا القانون عندما سن لم يسن بطريقة صحيحة أو واضحة. هو جاء في بالبند 14 جباية أمانة بغداد وغيرها من الأمور الأخرى، حشروا هذه المادة بهذا القانون، بمعنى أنه هذا القانون أو قانون الجباية، جباية أمانة بغداد وغيرها من الأمور الأخرى، هو تختص بالضرائب التي تفرض على والرسوم التي تفرض على المواد الداخلة إلى بغداد أو العراق عموما، رسوم وضرائب وجباية. بالتالي سن القانون بمنعه هذا يعتبر يعني مخالفة دستورية وقانونية. يعني اليوم انت تريد تشرع قانون تمنع به المشروبات الكحولية، تأتي بقانون واضح وصريح وأسباب محددة وموجبة للمنع. عموما هو اليوم بدأوا بعد تشكيل الحكومة، بدأوا الإطار أو الكتل السياسية داخل البرلمان نوعا ما بالتسلسل، بدأوها بقانون المحتوى الرقمي، سربوه للإعلام، ردة الفعل كانت غير موافقة أو كانت هناك ردة فعل عنيفة، جاء بعد قانون سانت ليغو، جاء بعد قانون حظر المشروبات الكحول، نوعا ما يعني اختيرت الدولة المدنية. الآن نحن دولة إسلامية بين قوسين قندهار، ولذلك أنا أقول لك هذا القانون إذا ما طعن به أمام المحكمة الاتحادية وفق القانون التي حشر به أنا سيطعن بهذا القانون. طيب، هو أنا سأسألك بعد قليل عن موضوع هل هناك إمكانية للطعن به، لأن أساساً الكثير من النواب على المكون المسيحي قدموا طعن عن هذا الموضوع. لكن دعني أرحب من جديد بالأستاذ جوزيف وأسأله، كمسيحيين أنتم شاركتوا بالعملية السياسية طيلة السنوات الماضية، هل تم أخذ رأيكم من قبل الأغلبية مثلاً في البرلمان، خاصة إذا تحدثنا عن الإطار التنسيقي بما أنه الآن هو المسيطر في البرلمان وحتى في الحكومة، أنه طرحوا عليكم فكرة أنه سيتم حظر إدخال المشروبات الكحولية أو لا؟ هم لم يأخذوا رأيكم، لأنهم بالإعلام يقولون نحن نحترم كل المكونات، نحن من حررناهم، نحن من حافظنا على وجودهم في العراق. تحياتي طيبة لك السجاد وللأخ العزيز. أهلاً وسهلاً صديق والمشاهدين الكرام. ما أدري هذا أنت لا تمزحين، هذه نكتة لو جادة بالموضوع أنه سؤلنا وما سؤلنا. نعم، تقصد أنه هل هذه مزحة أم لا؟ ربما بحسب وسائل الإعلام، بحسب تصريحاتهم، نحن نعتمد عليها، يقولون نحن نحترم المكون المسيحي، نحن خلصناه من الدواعش ومن تنظيم القاعدة وكل التنظيمات المتطرفة، حفظنا كرامتهم، نحترم آرائهم. ألم تسمع بهذه التصريحات أستاذ جوزيف؟ إذا أكو ناس منافقة على أرض الواقع وفي كرة الأرضية فهم هؤلاء منافقين بامتياز، مع الصدق والإصرار والترصد، فهذه عبارة عن أكاذيب هذه الأقوال.
إذا أتيح لهم وتمكنوا من ذلك، هم مو بس فقط يذبحون كل اللي يختلف معهم في الدين، وإنما يذبحون كل من يختلف معهم في الرأي والذي هو ينتمي إلى نفس الدين الذي ينتمون إليه. فهذه الأكاذيب خلي لا تمشي على الناس وخلي لا ينغرون بها، هذه ما لها أساس على أرض الواقع قطعا. هم جايبين حاليا مش كم واحد مسيحي على قد إيدهم ويحركوهم مثل الريموت كنترول، وهذا انتهى الموضوع. يعني لا وجود لتمثيل مسيحي حقيقي في العراق، لا في الحكومة الاتحادية ولا في حكومة الإقليم. فهذه أكذوبة كبرى يعني. طيب كيف مهم يقولون حتى فصيل مسلح لديكم؟ معلم هذه غريبة جدا. سأعود لك أستاذ جوزيف، لكن أسألك أستاذ أمير، هم يقولون بما أنه الدين الإسلامي هو الدين الرسمي في الدولة العراقية فهذا القانون يجب تطبيقه، قالوا أنه هو محرم بحسب الشريعة الإسلامية. من باب آخر بحسب مواد قانونية كثيرة ومواد دستورية تقول بأنه لا يجوز الاعتداء على حرية واختيارات كل المكونات. يعني هل هذا يوصلنا إلى نقطة أنه فعلا هناك تناقض واضح حتى في مواد الدستور يجب أن يعدل؟ يعني وصلنا إلى مرحلة اصطدام بالدستور. يعني أولا الدستور العراقي لم يشير إلى أن العراق يعني دولة إسلامية، العراق فيدرالي برلماني شبه يعني رئاسي، وبالتالي لا يمكن أن يعتبر العراق دولة إسلامية حال السعودية أو حال الجمهورية ما يسمى الجمهورية الإسلامية. بالتالي أنت اليوم الدستور العراقي أعطى حقوق وأعطى يعني امتيازات لكل مواطن وفرد عراقي. أنت تعرفين البلد العراق متعدد القوميات، متعدد الأديان، أنت ما ممكن تفرض حتى وإن كنت أغلبية، ما ممكن أن تفرض إرادتك أو يعني عقيدتك على بقية الديانات الأخرى، هذا يعتبر تعسف وهذا غير ممكن. أنت سألتيني بالبداية، قلتي ب 2016 حضر هذا القرار، يعني كانت ردة فعل عنيفة آنذاك، بعدين أجل لسنوات حتى جاء الإطار التنسيقي بالأغلبية البرلمانية وزج هذا القرار بقانون الجباية، جباية أمانة بغداد. لذلك أنا أقول اليوم هذا القانون من الناحية الدستورية مرفوض على اعتبار مادة 2، مادة 4، مادة 14، مادة 15، مادة 41، مادة 42، كلها تبيح اليوم الحقوق والحريات للمكونات الشعب العراقي. بالتالي أنت تفرض علي عقيدتك، تفرض علي إرادتك بهذا الشيء، هذا واحد من اثنين. أنت اليوم عندك تجارة رائجة المخدرات، تريد توصلني إلى أنه اليوم البديل هي المخدرات؟ شوف اليوم أنا قرأت قصة في سنوات سابقة، حظرت المشروبات الكحولية في أمريكا من 14 سنة. 14 سنة تفشى الفساد، أنه الشرطة عندما يتم تهريب هذه المواد الكحولية، والتجار عندما يجيئون بهذه المشروبات الكحولية مختصين بهذا الأمر، وبالتالي كان المخدرات آنذاك ما موجودة قد تكون. لكن اليوم أنت عندك مخدرات وعندك فساد مستشري بالدولة العراقية، بالتالي راح تشجع المخدرات وتشجع هذا. يعني هم لماذا يوصلون الشباب وحتى بقية فئات الشعب العراقي إلى يعني موضوع كل ممنوع مرغوب؟ يعني أنه كل شيء ممنوع في العراق، كل شيء تضطر إلى أنه أنت تتجاوز على القانون حتى تشتري، مثلا تدفع رشوة حتى تأخذه، كل شيء يجب التستر عليه. يعني لماذا أعطى هذا الإحساس للناس؟ هل الناس هم تنقصهم المشاكل مثلا؟ ما هو كل شيء في العراق الآن فيه فوضى وفي نقص كبير، لا خدمات لا كهرباء ولا آخره، وهذا معروف. ستسجد يعني مهما كانت قوة اليوم النظام في العراق، لكن لا تأتي بقوة النظام السابق، نظام صدام حسين في زمن الحصار منع، يعني ما أقول منع بشكل قانون، لكن منع المشروبات الكحولية إلا تقدم في البارات وفي الملاهي الليلية. لكن هل نجح؟ أقول لك ما نجح ولا يستطيع. العراق عمره 7000 سنة، قبل أيام لقوا ثلاجة ولقوا بار في سومر في الناصرية، بلد متعدد ديانات، بلد يعني مدني، ما ممكن أن ما ينطوا الصبغة الدينية لو هسه إيش ما سووا، ما تصير الصبغة الدينية في بلد متعدد مثل العراق.
ايش قد حاولوا صاروا 20 سنه ان يجون ان يضعون الصبغه الدينيه على المجتمع العراقي ما قدروا ولا يقدرون. بالتالي انا اقول اليوم من سن هذا القانون هدفه هو رواج المخدرات. اليوم العراق تعرض الى هجمتين، الهجمه الاولى القاعده وداعش لطيله 17 18 سنه، والهجمه الثانيه ما تفتك بالشعب العراقي الان المخدرات. وزير الداخليه عندما يخرج السابق ويقول ان هناك جهات سياسيه تقف خلف تجار المخدرات، وبصريح العباره بالنص اقتبسها صحيح قالها بتصريح صحفي، ممكن المواطن البسيط ان يقوم، نعم ما ممكن المواطن البسيط ان يقوم بجريمه كبرى الى هذا الحد. بالتالي انا اقول اليوم من يقف خلف هذا القانون هم من يقفون خلف المخدرات تفتك في الشعب العراقي التي توزع الان على المدارس واصبحت توزع بالكافيهات. طيب استاذ جوزيف، موضوع المخدرات، هل انت تؤيد ما قاله السيد امير الدعمي انه هناك جهات تضررت بشكل او باخر بالفتره الاخيره من موضوع ايقاف تهريب الدولار خاصة إلى بعض الدول المجاورة وهي تحاول التعويض، ولذلك منعت الكحول لكي تستفيد عن طريق إدخال المخدرات إلى العراق بشكل أكبر طبعا؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد. شوفي اليوم في كل حارة وفي كل كافيتيريا وفي كل محل انتشرت الأرجيلات، أرجيلة شيشة. وسابقا ما كان عندنا هذه الظاهره في العراق بهذه الدرجه. المخدرات اليوم تصل الى كل بيت عراقي بطريقه غير مباشره. ربما جزء منهم يعلمون وجزء من الاخر لا يعلمون. فالمشروبات الكحوليه هم يشوفوها عثرة في طربهم ويريدون أن يتفشى المخدرات، يتفشى المخدرات بشكل أكبر في العراق. وأيضا أقولها بصريح العبارة، الجارة لها دور كبير في هذا الموضوع. أي جارة تقصد؟ جارة إيران. نعم جارة إيران، نعم. لهم دور كبير في هذه الجزئية. وموضوع الدولار وموضوع الحصار على إيران يعني دي لقولة معبر من خلال لبنان، عراق، يمن، هالدول اللي هم لهم طولة فيها في هالدول هذه. إذا كنا نتكلم في جزئية العراق، نعم هذا الموضوع إلى عدة أوجه. أولاً يعني يغطون على المشاكل الموجودة الحقيقية من خلال اصطناع هاي المشاكل. الثاني جعلوا من المخدرات تكون بديلة عن المشروبات الكحولية. المشروبات الكحولية الواحد يتناولها بطريقة طبيعية ما تأثر على حياته، في حين أي مرة يتعاطى المخدرات الإنسان يصير يشتهيها ويصبح مدمن عليها. نعم. وأما ادعاء أنه هم يريدون يطبقون الشريعة الإسلامية فهذه أكذوبة لا تمر على عقول العراقيين. مثل ما تفضل الأستاذ أمير، العراق بحياته ما منع من المشروبات الكحولية. أدري هذول الناس المسلمين صار لهم 1400 سنة مو مسلمين من هسه صاروا مسلمين؟ ما معقول يعني. المسألة هي بهذه الطريقة، ويريدون أن يدعون بأنهم هم يريدون أن يصيرون مسلمين كلهم في هذه المرحلة، وهذه أكذوبة ما من بعدها أكذوبة. هل هو الموضوع يتعلق بالأديان أم ما فكرة الوصايا كما ذكرنا في بداية الحلقة؟ سنعود لكم وللمشاهدين الكرام لإكمال الحديث عن هذا الموضوع، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. قبل إكمال الحوار مع ضيوفنا الكرام، وجهنا ضمن فقرة الرأي رأيكم
ونستعرض فيها آراء الناس حول موضوع الحلقة. سألنا المتابعين برأيك هل يؤثر منع استيراد المشروبات الكحولية في العراق على زيادة تهريب المخدرات وإدخالها إلى العراق تحديدا؟ بنسبة 92% قالوا نعم، وبنسبة 8% فقط قالوا لا. هذه كانت النسبة وتفاعلوا معها عن طريق طرح آرائهم. بهذه النقطة أسألك أستاذ أمير، يعني شبه اتفاق حتى عندما نقرأ تعليقات الناس بعد ما تم طرح هذا الموضوع وأثير الجدل حوله، يقول لك أنه لا، المخدرات هي الهدف الرئيس، لكن هل تعتقد أنه لا، هناك أيضا أبعاد أخرى مثل إلهاء الناس عن ما يجري الآن في داخل البرلمان، الحكومة، موضوع الدولار وانهيار العملة إلى حد الآن 158 مقابل 100 دولار؟ هذه المشاكل أيضا ليست بالهينة إذا قارناها بمشاكل أخرى. يعني شوف للطرفة سجد، يعني ليش مرة طلعت أنا أستاذ جوزيف ثمنا كان هذا الموضوع، وصارت لي فتنة إنه أنا أشرب وإنه أنا دافع عن الشرب، وأنا بعيد عن هذا البعد يعني، بس أنا من موضوع الحقوق والحريات أنا دافع عنه جدا يعني. وأستاذ جوزيف من وراك صارت لي فتنة يعني ليش مرة. المهم موضوعنا اليوم، أنا أقول لك تدرين أنت تجارة المخدرات الآن إيش قد بيها تمويل الأرباح؟ مو أنا أقول، هاي الأمم المتحدة والعالم يقول إنه تجارة المخدرات الآن تمول جيوش، تمول جيوش. بالتالي ابحثي عن المستفيد، راح تعرفين من وراء هذا الموضوع وليش هذا الوقت بالذات. زائدا الأهم إنه اليوم من إجوا لليوم هاي الكتل السياسية بعد انسحاب الصدر وتشكيل هذه الحكومة، تعال نعطيني قانون إذا ما مس حرية المواطن، ابتداء قلت لك بالمحتوى الرقمي وهم صار الضجة عليه، الآن قانون سانت ليجو اللي يسلب حقوق المواطن بالانتخاب، بغض النظر عن الخدمات. هسه ما أقول الخدمات، ما أقول اليوم يعني الوضع الحالي بالدولار وغيره، لكن كل ما يمس حرية المواطن بحرية الرأي والتعبير هم اللي يحاولون يضيقون الخناق. هو هي هذه الفكرة، فكرة فرض الوصاية، فكرة أنه هناك جهة أو جهات هي من تحدد خياراتك بالحياة، سواء بالانتخاب، سواء بما تأكل وما تشرب، سواء كيف تتعامل مثلا مع مواقع السوشيال ميديا، كل شيء يتحكمون بك، يعني سواء الأمور تتعلق بالدين أو حتى الأمور البعيدة عن الدين. أنا كنت أتوقع أن اليوم الإطار أو الكتل السياسية الفرصة الذهبية اللي جتهم بعد انسحاب التيار الصدري هو أن يصححوا يعني الصورة لدى الشعب العراقي، لكن للأسف لحد هذه اللحظة هم يجمعون أخطاء لحد هذه اللحظة. يعني مسألة منع المشروبات الكحولية، العراق بعمره بتاريخه إن كان بالدولة الحديثة أو ما قبل الدولة الحديثة، من تاريخ من قصص ألف ليلة وليلة إلى أبو نواس إلى غيره من الأمور الأخرى، هذا العراق متعدد الديانات ومتعدد الطوائف. أنت ما ممكن، أنا ذاك اليوم ضربت مثل وأكرر اليوم، أنا عندما اليوم أروح إلى فندق خمس نجوم أفتح الثلاجة ألقى البار وألقى بصف السجادة والقرآن، إذا أردت أصلي وأقرأ القرآن فبيني وبين رب، وإذا أردت أشرب هذا الشيء خاص إلي. ثم اليوم أنت أسألك سؤال، أنت تعرفين يومياً إيش قد يعرضون على قاضي التحقيق بالمخدرات إن كان متعاطين أو متاجرين؟ ما لا يقل عن 100 متهم، 100 متهم خلفهم شبكات للإتجار والتعاطي. هو نفسه وزير الداخلية قبل قليل نحن ذكرنا تصريح له بأنه هناك جهات سياسية تحاول الإفراج عن التجار، قال عندما كان وزيرا بأنه تقريبا 50% من الشباب في العراق هم يتعاطون المخدرات والبعض منهم مدمن، تخيل النسبة. ستسجد أنا دا أحضر مرات بالتحقيق ويا متهمين أطفال ما يتجاوز عمره 16 سنة إعدادية أو طلاب جامعات، وصل المخدرات إلى البنات، أنت تلاحظين شنو؟ ثم أنا أقول لك شيء، أيهما أكثر ضرر؟ أنا دا أسألك في اليوم طبيب مختص بهذا الموضوع، أيهما أكثر ضرر؟ هي المشروبات الكحولية اللي تفقد العقل أو المخدرات؟ طبعاً المخدرات تفقد العقل بنسبة 90%، وصل حالات الاغتصاب للمحارم من وراء المخدرات. أنت تعرفين اليوم الغرام الواحد من الكريستال أو الحشيشة 25,000 دينار، الغرام اللي هو هلقد غرام 25,000 دينار، شوف اللي عنده كيلو شلون. بالتالي من مصلحة من دمار الشعب العراقي اليوم؟ من مصلحة من؟
أنا اليوم هسه لو مخير بين المخدرات وبين المشروبات الكحولية أقول خلوها على المشروبات الكحولية، لأن أنت راح تجبر هسه اللي اللي مدمن على الكحول أن يذهب إلى المخدرات، لأن هذا مدمن ما يقدر. بالتالي أكو هناك هدف وهو وسياسة وهي دمار المجتمع العراقي، وأنا أقول لك نجحوا بنسبة 80% بدمار المجتمع العراقي. طيب أستاذ جوزيف، هل تعتقد بأنه هناك جهات ستحاول بالخفاء، لن تستطيع أن توقف إدخال المشروبات الكحولية إلى العراق، لكن ستزيد الضريبة غير القانونية عليها إذا كان يدخل مثلاً بمليون دينار الكمية معينة سيأخذون من التاجر 2.3 مليون، يعني استفادة مادية بشكل أو بآخر وتعويض خسائرهم بموضوع تهريب الدولار ووقف تهريب العملة. يعني أولاً أنتوا اثنيناتكم أحبة علي، سجاد وطغمير، فمن باب الصداقة والمحبة أنا أنصحكم أنه توفرون لنفسكم ثلاجات خاصة، أن تضعوا الخيار لوحده والطماطة لوحدها، حضروا نفسكم، راح يسن قانون منع وضع الخيار والطماطم في كيس واحد حيث هذا محرم ولا يجوز. راح نوصل لهالمرحلة هذه. تعرف أنه إذا تسمح لي بالمقاطعة، تنظيم القاعدة عندما سيطر على مناطق كثيرة في بغداد ومحافظات أخرى طبق هذا الموضوع؟ أنا لعد أنا منين دحش؟ يعني تشبههم بتنظيم القاعدة الإرهابي أو داعش مثلا؟ سجد عيني، أكو الأفكار التنظيم القاعدة والجماعة هي نفس الأفكار موجودة بهذا الطرف وبذاك الطرف. طيب. والمنبع واحد. فبالتالي حتى هذا إعادة هذا القانون مرة ثانية إلى الواجهة، التقوا المجموعتين في الكرخ. وتحرك هذا الموضوع مرة ثانية من الكرخ. فهذا يعني لازم ننتظره، يعني انت لازم اذا مشى هاي الفقره مشت لازم تنتظرون قوانين التاليه: فصل الذكور عن الاناث، فرض الحجاب، لبس يكون يمشي تكرمون ويا الحذاء للنسوان، وضع الخيار والطماطم لوحدهما، وخلوا مجال. فبالتالي هي هاي يعني هاي نتيجتها، راح نشوف هذا الاتجاه. فهو الفكر لذاته هو نفس الفكر. أما فيما يخص سؤالك، نعم بدون أدنى شك، لا بل هم راح ينصبون معامل خاصة بهم ويصنعون هذه المشروبات بطريقة لا تخضع للمعايير الصحية، ويسوقون من خلال وكلائهم وبأسعار عالية جدا. طيب أستاذ أمير، قلت قبل قليل بأنه كل ما يجري هو ضغط على الشباب، خاصة بأنه الفئة الأكبر في العراق، سواء بموضوع التواصل الاجتماعي، موضوع المشروبات الكحولية، موضوع القانون سانت ليغو وغيرها. هم لماذا يعني عندما سيطروا، إذا شبهنا مع حكومة عادل عبد المهدي، ضغطوا كثيرا، حاولوا الضغط بكل الأساليب على المواطنين، يعني وأوصلوهم إلى ما جرى تظاهرات عام 2019. هل الآن يعني هل هم معجبون بسيناريو عام 2019 وما جرى بوقتها؟ وصلنا إلى حافة أنه مرحلة اللا عودة ربما. يعني أنا دائما أستغرب وأقول مستغرب أنه من تصرفات الكتل السياسية داخل قبة البرلمان، اولا يحرجون حكومه السوداني لانهم يضعوها بموقف الحرج انها عاجزه عن التصرف، ثانيا هم يتصرفون خلاف اراده المجتمع المدني. اليوم عندما خرجوا 2019 الشباب كان شعارهم نريد وطن، بمعنى شنو؟ بمعنى انه احنا تعبنا وسئمنا من سياستكم، سياسه الانبطاح والتبعيه، احنا نريد وطن يعني بعيد عن اي سياسه اخرى او اداء يكون لبقيه البلدان ان كانت جاره او غير جاره، وهي المسيطرة نوعا ما، هي الجارة الآن مسيطرة على الأغلب.
لا اللي أرد أقوله نعم قد يكون يعاد السيناريو نفسه، هذا الضغوطات اللي يمارسوها قد يعيد السيناريو. وأنا أستغرب إنهم ليش يدفعون الشباب إلى هذه المرحلة. يعني يوم أمس قانون سانت ليغو بثلاث محافظات وصلت حد أن يكون اعتصام لولا أنه رجعوا الشباب، لكن وصلوا رسالتهم. الموضوع ما بي إن هم يردون يوصلون الشباب إلى حالة الانفجار، وبعدها يقولون هذه مؤامرة، هذه مؤامرة، يريدون إسقاط الدولة، هم لا يريدون بناء الدولة، لم يعطونا فرصة. لكن دعني أختم معك أستاذ جوزيف، كممثلين عن المكون المسيحي، أنت قلت قبل قليل بأنه لا يوجد تمثيل حقيقي، لكنهم طعنوا بالقانون، قانون منع إدخال المشروبات الكحولية أو حتى تناولها، يعني أدوا ما عليهم، أم تعتقد لا أنه هذا فقط أمام الإعلام، هم مسيرين من قبل بقية الأطراف السياسية باختصار؟ احنا خلي محكم أستاذ أمير كقانوني، نعم أستاذ أمير، الطعونات سياقاتها القانونية تكون من خلال فورمات مال مجلس النواب، لأن أو لازم تكون من خلال موكلين. وعلقت على غلط أستاذ جوزيف، وعلقت على النائبة هبة، قلت لها ترى غلط العريضة، هي طلب له عريضة، يعني ذر الرماد في العيون. أولا لازم محامي يقيمها، والشكلية غير صحيحة بعرض الدعوة، يعني سترد الدعوة، بالتالي هي ذر الرماد في العيون أكيد. لا سيسجل أكو جزئية يبدو غايبة عنك. تفضل. الجماعة يعتقدون هم أذكياء إلى هذه الدرجة، يعني أقصد جماعة الحكام العراقيين. نعم. حاليين. بثواني اسمح لي، لأنه هذا ما سمح به الوقت، بثواني. نعم، يعني من خلال فقط من خلال الإعلام أنه الناس ما راح تتابع، وبعدها لا يوجد أي دعوة تقام فعلا ضد هذا القانون، هذا ما سمح به الوقت. شكرا لك جوزيف صلوى، النائب السابق عن المكون المسيحي والخبير في الشأن القانوني أمير الدعمي، شكرا لك، ولكم مشاهدينا الكرام كل التحية، في أمان الله.